يسلم إيديك عثمان، عزبتك لا تواخذني. لا ولو، أنا هون لساعدك. بعرف بشو عم تفكري، مساعدة جديدة، محامية تانية، وعلى محامين تانيين هالمكان ما عاد رح يكفيكي. بعدين بصير بدك مكان أكبر، وبصير بدنا نروح ندور، وبتنتقلي على شركة كبيرة. هيك عم تفكري مو؟ يعني بتمنى هيك يصير. حاليا أنا لوحدي عم بشتغل، حتى يعني ما عندي غير موكل واحد هلا، واللي هو جنابك. يعني موكلتي التانية نفذت مبارح قبل ما أعمل أي شيء. ما تقلقي أبدا، على مشاكلنا ما بتعدي بلا شغل بنوب، وعن قريب إلا ما ترد تصير شي مشكلة كبيرة. لا تخافي، عاملين هالحساب. نحن أجينا. أهلين وسهلا. إن شاء الله حبيبة قلبي. يا عمري أنتي، مبروك. يبارك فيكم يا قلبي. كيفك عثمان؟ شو أخبارك؟ منيح وأنت؟ أنا منيحة. حلوين كتير. أهلين، كيفك؟ لميس بياخد العقل. إيه، بما أنه البنات وصلوا رح أترككم لحالكم، أنا رح روح حضر للمسا. تمام، بشوفكم. شوف. الله معك. باي باي. الله يقويك. لميس، تعرفي شو استنتجت؟ صح، طلعت عيوننا وضاقت أخلاقنا وتكسرت قلوبنا وزعلنا. بالنهاية طلع كل شيء له سبب لحتى نوصل للبدايات الجديدة. انتي قديشك إيجابية اليوم. بس أنا كمان رح صير مثلك من اليوم ورايح، يعني بلشت حس أنه تركي للشغل فتح لي أفق جديد. يا روحي انتي كوني واثقة أنه كل شيء رح يكون من أحسنه. ريحي بالك، كل شيء رح يكون منيح. لك ما بعرف، كأنه المكتب صغير، لطيف، قديم، بس إله جنينة حلوة كتير تحت بتطير العقل، وهالشي بكفي. ما يعني مقارنة بمكتبة القديم حسيت كأنه هو تقليدي مزبوط غصوم، بس هلأ رجعت موته. يعني إذا دهناه بيطلع بجنن، بيتغير شكله بيصير أحلى. مقدور عليها، يعني بيزبط مو هيك؟ بيمشي الحال. معقول ما يزبط؟ طبعا. أنا اللي حبيته فيه الأجرة قليلة هون وبنص البلد، وهدول الشروط الأهم بالنسبة إلي حاليا. يا روحي أنت لا تزعلي مني، أنا كان قصدي أقول إنه شلون رح تقدري تسحبي الموكلين الكبار لهون؟ بس محلولة منحل كل شي، نحنا منعمل كل شي بيطلع بإيدنا. إيه حبيبتي، أكيد رح ننجح بكل شي، هي مضمونة، بيطلع حلو لا تخافي. بس كأنه نسيانين أنه عنا كتب كتاب كتير مهم يا آنسة غصون. عن جد؟ أكيد. كتب كتاب؟ كتب كتابي أنا؟ إيه طبعاً. كنت نسيانة. طيب أنتو شو رح تلبسوا؟ ما بتعرفوا ما هيك؟ بقيان يومي مثل الكابوس عجبكن؟ أنا ما عملت بروفة لفستاني كمان مثل العالم. لسه الورد لك، أنا ماني عارفانة كيف رح حط الورد على الطاولة. ايه تمام، رح نحل كل الأمور، بس انتي اهدي شوي وتعالي قعدي هون على الكنباية. ما تقلقي حياتي، عادي كتير. هلأ شو منساوي؟ شو منساوي؟ نعمل قائمة ومنرتب الأمور كلياتها. أول بأول، مزبوط كلامي ولا لا؟ ايه. أبها، تعرفوا أنه مصدق أنه خلصت من هالبلوة؟ ايه الحق معك، تعبتي وتعذبتي كتير يا روحي، بس هلأ خلصت وتبلشي كمان بداية جديدة. هذا الشيء بفضلك انتي وياها، لولاكن انا شو كنت بدي ساوي بحالي؟ ما عم صدق انه هي اول قضية الي كانت، مع انه ما وصلنا للمحكمة. بكرة بتشوفي هالقضية رح تكون فعل خير عليكي. ايه طبعا حياتي، وشي وش السعد. يعني ايه ممكن، بس طبعا بعد هلأ لازم اني استلم قضية كبيرة. لازم تكوني إيجابية لميس، رح يكون عندك نجاحات كتيرة، متأكدة من هالشي. نحنا ما عنا شك أبدا، لا تقلقي. بس أنا ما عندي فكرة شو بدي أعمل بموضوعي بنوب. لك أنت عن جد متأكدة إنه ما بدك تشتغلي مع مراد؟ لا غصون، عن جد ما بقدر. يعني سمعتوا شو قالت له أمه؟ أنا ما بتحمل بنوب إنه أمه تحسسني إنه أنا نجاحاتي كلها بسبب مراد. شو دخل هاي بهاي؟ أنت بنت موهوبة وشغيلة، تصطفل أمه وتفكر اللي بدها إياه. بالحقيقة أنا متفهمة أسيل، يعني لو قد ما كنتي ناجحة رح يفكروا إنه نجاحك بفضله لمراد. بالحرف الواحد، وما بدي هالشي بحياتي بنوب. بس شو بدي ساوي؟ هاد الشي اللي ما بعرفه.